ما المشكل؟ يقول لك سي عبد اللطيف ما المشكل الان، عطاوك مجموعه من الارقام، عطاك مجموعه من المعطيات، ما المشكل انكم انت كشاب الان تلقى تمشي تخدم 3 سنوات في المناطق الداخليه في الصحه العموميه نقولوا، وبعد في الصحه العموميه تلقى روحك في وسط المناطق الداخليه. اولا لا مشكل في العمل في المناطق الداخليه ولا في القطاع العمومي بالذات. المشكل كما كان يتكلم السيد الوزير، هنالك عقود من سياسه صحيه فاشله، ارث ثقيل. اليوم المشكل في أنه الأطباء الشبان مطالبون بدفع الضريبة هذه، مطالبون بأن يكونوا كبش فداء للسياسات الفاشلة هذه، مطالبون أنهم يكونوا هما اللي يتوجهوا معناتها للمحرقة، لأن نعتبروا أنه البنية التحتية الصحية مهترئة وهي فعلا محرقة، لأنك مش تمشي تكتف يديك، ما عندك ما تقدم للمواطن، وهذا الشيء المواطن يعرفه لأن المواطن يمشي للسبيطار والطبيب يعرفه لانه الطبيب يخدم في السبيطار. الشيء هذا نجموا نتعرفوا عليه كان بالسبيطارات، كان ما نخدموا فيها ونشوفوها، مش بالارقام ومش بالاوراق، لان حتى الارقام هذه نجموا نشكوا فيها باعتبار ان ماهيش كلها محدثه. الارقام في مجملها فما ارقام حتى من المنظومه السابقه اللي نحن نعرفوا اللي كانت تتلمع في نفسها وفي صورتها عبر السيطره على المسائل الاحصائيه هذه. وكذلك نعتبروا انه حتى القانون هذايا نتاع اجبار الاطباء على انهم يخدموا 3 سنوات ما هواش باش يكون نافع. لو كان نافع كنا نناقشوا الامر هذا، كان حاولوا تحسينه، ما هواش باش يكون نافع بالنسبه لنا نحن. ان انت كتعبي السبيطارات بناس تخدم مجبره ضد رغبتها، المردوديه نتاعها مش تكون منهاره، وبالتالي ما هياش مش تنهض قطاع الصحة ولا بجودة الخدمة اللي المقدمة في قطاع الصحة العمومية. ودوب ما يكمل الـ3 سنوات هذيك مش يتواصل المشهد اللي نشوفه فيه اليوم، اللي هو أنه خيرة الأطباء متاعنا، خيرة النخب متاعنا قاعدة يا إما تهرب للقطاع الخاص، لانه فما فرق كبير وبون شاسع بين القطاع الخاص والقطاع العام. القطاع العام منهار والقطاع الخاص مزدهر، او اني تهرب للخارج، وهذا اللي قاعدين نشوفوا فيه تو. اطبائنا ما عادش يحبوا يعادوا ريزدنا، ما عادش يحبوا يعادوا الاختصاص، ولوا مليام جنراليست يكمل التاز نتاعه ويهرب لالمانيا، وهذا قاعدين نشوفوا فيه في وسط الزملاء كل يوم. علاش؟ لانه ما هواش مستعد انه يخسر اللي تعلمه، كل ما هواش مستعد انه يبقى مكتف يديه قدام النقص اللي موجود، مش كان موجود تراه في المستشفيات المحليه ولا في المستشفيات الجهويه. نجموا نوصلوا نحكوا على المستشفيات الجامعيه، المستشفيات الجامعية حالتها كارثية، معناتها الناس الكل في بالي تصورت على البلوك اوبيراتوار نتاع الحبيب بورقيبة، وهو معناتها الأطباء الشبان هذوكم اللي يطعنوا لهم في وطنيتهم تو، هم يشقوا في المرضى والماء يصب عليهم في وسط الماكينات وفي وسط الخيوط وما يخافوش وما أجلوش عمل المريض. الإمكانيات هذه اللي نحكوا عليها ما هياش مجرد حجج، نحن رانا أولاد المناطق الداخلية ونحن اللي تنرجعوا لها كيف نكملوا نخدموا فيها، معنا حتى مزية في ذلك، نحن رانا أولادها ونحن اللي نعرفوا سبيطاراتها ونعرفوا حالتها، ما هيش معناتها مجرد حجج أو غير ذلك. نحن نحب نلقوا حل مع العباد اللي ترغب أن تلقى حل المنظومة الصحية العمومية، نحبوا نلقوا له حل. إذا كان بالحق لازم معناتها نجبروا على الأقل، كيف نجبروا في 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 ظروف طيبة ووجود استراتيجية معناتها اللي مش تنهض بهالقطاع العام هذايا، وقتها حتى الإجبار ما يكونش عنده لازمة. أنت كي تحكي لي بالله، خليني نكمل يا خويا معز، خليتك ما قصيتش عليك، أنت كي تحكي لي بالوقت بخاطر ما نعرف بعد كل واحد يقول لي ما خذيتش الوقت، قاعد من قبيلة والناس كلها تقول لي ونحكي لك بالوقت. كي تحكي على جهة قفصة ولا سيدي بوزيد ولا على جهه قابس ولا على جهه القصرين، جهه قفص اعطيها عائداتها من الفوسفات تو تحسن بنيتها التحتيه، والمشكله ذاتها يمشي بطبيعته، لان بنيتها التحتيه مش تزدهر وتتحسن، وقتها ما عادش يولي فما نفور من العمل الغادي. كيف تحكي لي على جهه قابس خلصها من كارثه التلوث اللي فيها تو، وقتها اهلها بيدهم يتشجعوا، اولادها اللي يقروا يتشجعوا انهم يرجعوا غادي وانهم يجبدوا العباد، لان قابس عندها شريط ساحلي جميل، سيدي بوزيد ارض فلاحيه. اذا كان نحن بالحق نحطوا مخطط صحيح غادي، مش ننهضوا بك الارض هذيك ونحسنوا معناتها كيما نقولوا ظروف الناس غادي تتحسن، وبالتالي البنيه نتاع البلاد تتحسن، الناس ما عادش تنفر من المشيان غادي. الناس راهي تحب كي تمشي تقدم، الاطباء اللي انا نحكي باسمهم ونمثلهم راهم يحبوا يمشوا يقدموا خدمه، ما يحبوش يمشوا يشدوا فيش نتاع دوليزون ويحطوا امبيلونسي بحذاهم، يجي المريض عدي لصفاقس عدي لسوسه. هذا راهو هو اللي صاير اليوم، هذا هو اللي صاير اليوم، يبدا انترن ولا ريزيدون شهاده سال ديرجونس تجي فيش دوليزون على زوز غروس.